تهدي الجناين من خدودك بكي وغار، والشمس مالت للمغيب والليل صار النهار، من فرحتي جنيت والدمع سال مترار. اشياء المهم والام حنوني ما بتفرق بين ولادها تجمعوا. يا ميمتي يا شام، يا ميمتي يا حنوني، شديت الهجن لسه فرجه اللامي درعاني هاك بتلك مدولامي، شديت الهجن لسه فرجه اللامي شباب. أمرك معلم. اسمع لك ابني، بتروح لعند الزعيم بتسلم عليه وبتقول له بيتموا عنده ليخلص منه. أمرك معلم. يلا توكل على الله. يا رب. روح خالي روح. ولا شو بدنا نعمل أخي؟ هاي السوالات كيف بدنا نمشيها؟ تركها برضه. بس هيك بتعطل شغلنا واصحاب الكياس بيلومونا. اذا ولادين اصل ما بيلومونا، اما اذا طلعوا مو ولادين اصل بلا منهم وبلا من هيك زباين. شوفوا شغلكم شباب. طنابير يا بي، شوفوا شغلكم. على راسي. يلا شباب حملوا لي هالبضاعة لشوف على السريع. بوزي لحام قرب قول الله. يلا الله يعطيكم العافية. يلا توكل على الله. امساك وحلي، انا مالي فاضيلك. مال حالتك وحل عني. هاي انا صاحبك اخوي عقيد يلي اكل حشكولبك
ما عدد عندك لهو. حط صدق حط صدق، انا اصلا المختار قال لي ما اجيب سيره لحدا. شو قصده المختبر حكي؟ تيسير. ها هلا فهمت، مختار ضيفنا بحكايه من شعب الزعيم. علي الحلال مسائل عن الطحطح. مين عقيه؟ لك هذا تيسير ابو الشام، مو شلون ما كان. دخلا وين صارك ابو السبعون بيه؟ شوطح المفتاح وشمع الخيط. يمكن انا اعمل مثله. شان شو؟ ابو ساكو شرف معنا. يا سيدي لوين يا اخي؟ لوين يعني؟ على المخبر. شان شو على المخبر؟ هنيك بتعرف. اخي هنيك بتعرف؟ الا شو عامل ابو معاه؟ عامل لك هنيك بتعرف، امشي معي احسن ما اشحطك. ما اشحطني الله يطول عمرك. معي شيء؟ ايوه معي شيء. روح سكر باب الدكان لانه هذا زلم خرب بيت على وكيك. معي شيء؟ يلا امشي قدامي. كتر خير. يلا رجال أهل الدار ظلموا. على المخبر؟ ايه على المخبر يا مختار. وما قالوا لك شو بدهم منه بالمخبر؟ لا ما قالوا لي. طب امشي امشي روح على المخبر شوف شو القصة. مختار ولدك اخونا العقيد ابو دعاس بكون اشتكى علينا يعني. والله ما بعرف يا اخي، هلا بنروح ونشوف بعيننا. انا مالي طالع من هون للطير الدنيا مختار، انا بخاف. ليش بقى ما بتطلع؟ لانه بيطلع المسا من هون على بيتي دغري، انا بكف واحد بكرت كل اللي ببطني كرد. طب يلا روح روح على بيتك، روح انا بروح على المخبر. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابو صبري الشرع بيقول لا ضرر ولا ضرار. وشو هو الضرر هون مختار؟ الضرر اللي صاب ابو ساكو من شجرة التين اللي طالعة من بيت ابو عدنان، ولازم يزيل هذا الضرر بعد ما قال لجاره كذا مرة وما رد عليه. حلو، وشو هو الضرار سيدنا؟ الضرار انه لما ابو ساكو طلع لحتى يقصقص الشجرة ايه راح فارمة هديك الفرمة. يا عيني عليك يا مختار، يا عيني عليك، كل عمرك معدل وحقاني. تعرف هلأ شو بدنا من حضرتك؟ تفضل قول. بدنا منك تقوله لابو عدنان يجي ويسلمنا حاله أحسن ما نروح لخان الزعيم ونشحطه من هونيك شحط، وهي ما حلوة بحق زعيم الحارة. لما أنا غلطان مختار؟ لا والله مو حلوة بنو. شيف شيف شيف، لك إن شاء الله بيطبش المحل كلياته. أنت شو طالع من كيسك؟ بس هيك ما بيصير يا بي. لك بيصير ونص. صرت أقول لك ياها 600 مرة، من حكم بماله فما ظلم. ولازم تفهم إنه هذا أخي أغلى من ببو عيني، يعني أغلى منك. عم تفهم؟ أغلى مني يا بي؟ ولك أغلى منك بكتير. دعما كل يوم بقدر جيب ولد بس ما عاد بقدر جيب أخ. إيه؟ لك ما بتستطع بنتي. خلاص طول بالك يا أبي، طول بالك. السلام عليكم أخي. أهلين 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 أخي، شرف عود. طيب أنا رايح استعوي البضاعة. لا مالو غلطان، كتر خير واللي عملنا كرامة. أبو عدنان أمور زعيم رايح مشتكي على أبو ساكو بالكاركول؟ هو أحكي. إيه نعم. مو اتفقتوا تحلوه عند المختار؟ صار زعيم. بتقوم تروح تشتكي عليه على الكاركول؟ ما تكبريه بالحارة. أنا كان قصدي خوفه بس. بدك تخوف جارك بالدرك؟ هي مو من شيء برجال. حسن مرني يا بي. خد العهد من ابو عدنان رصد له حسابه وكرمه. دخيلك يا زعيم مختار، انا داخل على عرضك. زعيم خلصت. انا ما بيشرفني ان الشغل عندي واحد بيشتكي على جاره على كركون. بس والله يا زعيم يلا شو بدنا نعمل مشان ابو دعاس هذا اللي معطل شغل العالم كلهم؟ ابو دعاس اظهر من هيك بكثير. خذ ابو عدنان معك وروح وحلوها بالكركون. ماشي. للخير ساعي له، للخير ساعي له، نية سليمة وجار حقا على الله مساك بالروح. بيتصحف فارس افندي. على قلبك ابو العز. والله حلت علينا البركات. سلموا هالدياب بالروح. عليه بالافندي. لا تواخذني استاذ. مور. بدك اليوم عند المختار عم تحكي عن الجيش. هلا اي واحد فينه يشتغل بالجيش.
طبعا بس اسمه يتطوع بالجيش وبعدين بصير عسكري. ايوه يعني بيطعموه بيشربوه للعسكري مو هيك؟ مو بس هيك له راتب كمان يعني اجره شهريه. بحرز الاجره. والله معك بتصير بحرزي. شلون يعني هي؟ يعني انت هلا اذا تعلمت القراءه والكتابه بيزيدوا لك راتبك، واذا ترفعت بالمراتب العسكريه كمان بيزيدوا لك راتبك، وهيك يعني. يعني صفطت حقك وسحبت الشكوى. نعم سيدي. وانت يا اوساكو؟ انا خلص من زمان سيدي. شو خالص؟ انا حقي واصلني والله يسامحه دنيا واخره سيدي. منيح هيك ابو صبري. انت بتعرف يا مختار اني انا موجود هون لخدمه هالناس. انت على كل حال ما بتقصر. هلا مطلوب منا شيء ثاني؟ وقعوا هون والله معكم. سيدي انا ببصم. بصوم ودرميل. الله معك. وهالمره مو كرمالكم، كرمال المختار والزعيم. مثل ما فهمتك امي بتسلم لي على عمتي الخانم كثير السلام. حاضر. وبتقول لها امي ما بتحسن تجي لعندك اليوم لانه بنتي حماها عندها ولد انا وجايتها من طرابلس. تعال هون. ما بتفتح تمك بكلمه هيك ولا هيك لسانك بقصه حافظ درسك. حاضر. تعال هون. واذا ضيفتك شيء ما بتاكل بتقول لها مشكوره عمي كتر خيرك انا شبعان ببيت اهلي. كل شو رايح؟ تروح روحك الهي. انت رايح اصلا لعندها لانك ابو بحشور مشان تطعميك اكلات طيبه. يلا انقذف قوام. لوين رايح؟ جيب الخرز مشان تعبيه. ما روح انت طير لعندها قوام. قوام قوام مثل ما وصلتك. تعال هون تعال هون. بوسه ولا بوسه وحطها على راسها. يلا الله معك امي. الله يرضى عليك. ميسره تقبرني يا ميت. اهلين وسهلين بهالقامه وهالعين. سبت واحد وتنين وعن طاعين. بالمهلي تقبريني. تعي امي تعي على مهلك. لك شو صار لك؟ الله لا يعطيك عافيه. هيك معلمتك انا جعجعتي الصينيه لك امي. قولي على بدنك. طولي بالك عليها للبنت. ليش هيك كسفتيها؟ هي من ساعه اللي شافتك قصفوا ركبها وما عادوا حملوها. مدري شو صار لفاتت ببعضها. مو بدك تصيري حماتها. قولي على عيونك انت. قولي على عيونك سطيتي عليها للبنت فرد سطوه. تتحورق ان شاء الله على هاللسان يلي بيبرش برش من لما اخذك اخي. اسكتي 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 اسكتي. تغيرت كثير من ساعه اللي اخذني اخوك لهلا. بالله وشو يلي تغير فيكي؟ صار عندي ذناب انبعوا زنبعوا قطاع الروس. هلأ لا تطولي ولا تقصري. مثل ما قلت لك بنتك عجبتني وبدي أخذها لابني. وأنا أنت بدك تاخديني على طرابلس. ايه مو تكرم عينيك بس لحتى سافر بتجي معي. بصلاة محمد حطي إيدك على سالفة. وهي سالفة؟ ايه معناتها ما صفي غير تحكي مع أخوك. بركداً ما رضي تاخديني معي ساعتها الله بيأخذ الجميع. اشربي اشربي القهوة. إيه على سيرة الله بياخد الجميع. دريتي كيف ماتت حماتها الأم تيسير؟ مين أم تيسير؟ جارتنا وما بتعرفيها. يا خطيتها مرة لحالها حرمة كبيرة عايشة بالبيت وعندها أولاد بس ما حدا بيسأل عنها. قامت على غفلة شطفت أرض ديار قال دايق خلقها بدها تتسلى ولا ما تلاقي لك يا حرام إلا تزحلت بها هالبقى ووقعت على صدغة يا حرام على مصدغة وراحت بكنار هالبحرة وماتت ما عطيت وظلت يومين بعد الحرمة. أعوذ برب الفلا. دخلك 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 يا درية. ما في أحلى ولا أشرف من إنه الواحد يموت بفرجته مثل حماتها الأم تيسير أبدا. هي مو نفس زعتها اللي حكيتي لي قصتها؟ لك لا يقطعوكي. هي انت يصير وحده ثانيه كمان كانت جارتنا بس هلا صفي وبصار خير. بس سمعت لك سمع عليهم شيء بكشش البدع. يا عليك ان شاء الله يا زهزهان شو مشتاقه لحكياتك. مو بتعري لك بنتها لانت يصير جارتنا اللي صاروا بالصالحيه. اتجوزت يومين بعدين طر العريسيه وبقجتها لبيت اهلها. ليه؟ سيره طويله. حسبي الله ونعم الوكيل. والله شغله بتربط الايدين. انا داخل على عرضك يا مختار. والله حكم الاعدام ما هو عني. وانت شو اللي جننك وخلاك تروح تشتكي بالمخفر؟ مو هديك الخطره اتفقنا انه تحلوها بين بعضكم؟ ما بعرف تاه رايي والشيطان وسوس براسي. ليش شو صاير مختار؟ مالك دريان شو صاير يا محراك الشر؟ انا ليش شو عملت؟ لك انت سبب كل المصيبه اللي نحن فيها. لا والله انا الغلطان يا مختار. أول ما قلني عرق التين فايت لبيته كان لازم أصله إياه واستعذر منه. استعذر مني وقبلنا الاستعذار تبعه وبوصنا شوارب بعضنا ونحلت قصة. شو في لسه كمان؟ مع المزعيم قلعوا من الشغل. شو هالحكي؟ وليه؟ أنا أيمن مختار. شو أنا بالنسبة لي يعني طلع علي بحقي شيء؟ شو دخلك أنت؟ مشان موضوع اللي قلت لي ما فتحت أمي لحدا. لا لا أبو عبده ما في شيء ما في شيء. تيسر أنت. يلا تسمحوا لنا. سلام عليكم. سلامة. دخيلك يا مختار. أنا شو ساوي هلأ؟ والله يا نمر يا دوب طلع حق ثلاثة وأحياناً ما عم بيطلعوا كمان. بس والله حلوة شغلتها. منين حلوة؟ بالشتا بتشتش بالمطار وبالصيف بتموت من الشمس. طب ليش عم تشتغل فيها؟ شو بدي اشتغل؟ ما بقدر اشتغل غير شغلة. بتعرف انت رجليك توجعني. طب ليش ما تشتغل عند أخوك أبو عبده؟ مو أحسن لك؟ أخي أبو عبده شغلته صعبة كتير
وبدي قوة، وانا رجلي كل يوم والتاني بتور علي. شوك شوك، انا كم مره نبهت عليك ما بدي اشوفك هون، وانت ليش تارك مصلح واحد معه؟ شو عم تعمل هون ولا؟ يا طول ولا؟ الك؟ يا انا مالي ولا؟ شو عم تساوي هون؟ اللي عم تساوي؟ ايه سيدي، نحن اجينا لعند جنابك مشان نفهم شو قصة طنابر اليوم. يعني غريبة، هدول شغيلة على باب الله وشغل بحارة القناية والخان كتير كتير، ورزقتهم هون أحسن من باقي الحارات. ايه والله صحيح، وأبو داغير بكرمون، وهو أبو الكرم، والسبعة عام منكم كلياتكم. معناته صاير شيء؟ ايه نعم، عقيدهم أبو دعاس مانعهم يجوا يشتغلوا عنا بالحارة. هلا أبو دعاس صار يأمر وينهي بالحارات؟ فشر، بس لأنه صغير وجبان عم يتقاوى على الدراويش. وليش عمل هالعملة بقى؟ أنا رح أقول لك. اليوم بعت ابني سالم يدقدس لي هون وهون شوف شو الحكاية. واحد بالطنبرجية قال له إنه كرامة عقيدهم أبو دعاس انهانت بحالة القناية، وإنه ما بيحملوا ولا قشي قبل ما ترد لهم كرامتهم. إذا أبو دعاس انظلم بالحارة فحقه عنا، أما إذا بده يفوت على الحارة ظالم فما له غير هي. شو هالتعالي؟ شرب معي شرب معي عوضة. لا اتركني اتركني أبساك، والله يخليك خليني اتمشى شوي. حاكم حاسس روحك راح تطلع. خلصنا بقى عاملك شرب معي عوضة. هذا المواخذ اختي. شاي عبنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدنا على قول جاي هذا السبعاوي، انا حامل عش بطيخات ايد واحدة. شو هيك صمه بالله؟ كتر خيرك يا وساكو. خير الله عمي، انا احسن لك حبوب والاسمان انت بتفهم فيهم وانا بفهم بالعطارة والعشاب. شو رايك ابو ساكو؟ مني انت سامحتني من قلبك؟ يشهد بالله سامحتك من جوات قلبي. خلاص طالما سامحتني من قلبك ما عاد عندي مشكلة، لانه زال عني الذنب، لما بيزول الذنب رب العالمين بيمحي العقوبة. وبدلها بحسن بدلها. طالبين منه ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا عدنا. لا تخلي ها سلامي. اهلا سلي مجوش وصحيح شمع عيونه. الله معكم، مع السلامة. لا تأخروا على بكرة. معلمي بتفضل معك؟ لا تيسر انت، بس لا تأخر على بكرة جاي نضاعة. أمرك. وبكرة كمان ما في طنابير؟ والله هيك الهيئة. ايه وشو بدنا نساوي؟ ما بعرف، خليه على الله. تيسر تيسر. ايه السلام عليكم. تفضلي. يسلموا. شو بها هالزريعة نشفانة وبدها سقاية والله. يا زهزهان شو هيك؟ الله يرضى عليكي، روحي اعملي لنا كاستين شاي والقريش ان شاء الله. خلينا نتوجهن عليكي شوي انا واخي، حاجه قاعده على سقف حلقنا وبنعت ادعنا. الله يسامحك، عاجبك اختك شو قالت؟ يلا بسيطه. الله يسامحك. امي طب شبك اختي، خفي على بنت شوي، هلا بتاخذ على خاطرها. ايه والله على سلامتها زهزهان، ما في منها. تسلمي. ايه وشو التربايه لهالولاد؟ خزيت العين وما شاء الله. الله يخلي لك لعندك، ان شاء الله تفرحي فيهم. ايه اخي، بنتك بدي اخطبها لابني، بس هي القصة بنحكي فيها بعدين. ان شاء الله خير. هذه القصة شيء تقبلين. اخي، انا بدي اخذ مرتك معي على طرابلس. شو بدك تعملي فيها بطرابلس؟ يعني شو بدي اعمل فيها اخي؟ بدي اياها تشم شوية هواء. يا لطيف. تعي زهزهان خانوم، تعي ديبة، تعالوا اسمعوا. تعالوا. لا تقبرني، شو بدك يعني نسمع؟ قال اختي بدها تاخذك معها على طرابلس تشمي هواء منيح. على طرابلس؟ يوه روحي روحي يا درية. إلهي يا رب يشبر بخاطرك وياخد عنك الزعل، بجاه كل مين له جاه عند رب العالمين. كتر خيرك ابن عمي، خلاص أمرك بروح مثل ما بدك. ليكو التاني ليكو ما صدقي والأولاد. أنا بضل هون يا بي، أنا وأخي فتحي منقضيك. إلهي كل لك بالرضا يا بنت قلبي، يا حبيبة أمك. أنتي روحي تقبريني لأمي الشاي أوام. معناته بكرة من عبكرة الصبح أنا بضب غراضي ومنتحرك. يا الله لا يسر لك امر الهي، شو بدك تقصري لي زيارتي؟ شوفي حبيبتي انا لما بدي سافر تبي بتيجي معي. ايوا امرك تقبريني امرك، اللي بتقولي بيمشي. وانا لك زهزها. انت ريتك تطلع على قبري وبالابقه. وليش بالابقه بقى؟
لحتى يمشي فوق قبري. هو يطرطق وانا اتحرك، هو يطرطق وانا اتحرك، هو يطرطق وانا اتحرك. وليش بدك تتحركي؟ لحتى يعرف اني سامعته. خلص الجزان، بلا ما طرطق كف، يا بجيبك يا بالمشاع يا بالفرنجة. ها لا تقبرني بالفرنجة اهوالي. انا قايمة قص زريعة. يو وانا قايمة ضب غراضي. وانا قايمة اشرب الشاي. احيا باح يعروق التفاح، جا العصفور يتوضى لا أبريق الفضة. هي معلقته وهي كاسته وهذا صحنه وهذا بريقه. ويك ويك بالطعميني لما بقول لا أمك. ويك ويك بالطعميني لما بقول لا أمك. دب الليل ودب النهار، دب الليل ودب النهار، دب الليل ودب النهار، دب الليل. حسن. السلام عليكم. عليكم السلام أمي. طب شو يا أمي ليش قاعدين فوق؟ اطلع تع. خملت ما في حدا بالبيت. لا. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. شلونك جميلة؟ أهلين عمي. أهلين يا مو. أهلين تكبرني. الله يرضى عليك. الله يخليكي. شلونك؟ شلونك أنت؟ أنا مشتاق لك. أهلين مضوع عيوني. أهلين يا سيدي. شو ما تكون تعشونا؟ إيه هلا بجهز العشاء، أنت لبين ما تخسل وتغير أواعيك بكون جاهز. يلا يرضى عليك. عملك عملك. عملك تندفي على الدرج. كيفك يا مو؟ الحمد لله تبرني. شو يا ماما قاعدين فوق؟ بالعاده بلاقيكم ناطريني على باب الصقر، شو القصة؟ امي جميلة كانت نايمة على حضني، ما حبيت فيها. ايه شو عليه؟ يا مو؟ مري يا مو. شو صار بينك وبين ابوك لحتى رحت نمت بالخان؟ ما صار شيء يا مو. امي؟ تخبي عليه؟ أعوذ بالله يا مو. أعوذ بالله. يلي قال لي يا إني حط أعلي براسي وأحسب حساب كبرتي. خير إن شاء الله. الله يهدي البال. ست الخانم عاوزة مني شيء؟ لا يسلموا إيديك. الله يسلمك. شبك أخي ما تاكل؟ مالي نفس. فضايل قل هو الله أحد. ليش؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ أنا ظلمت حسن وأم حسن. شو ذكرك بالقصة هلا يا تاج راسي؟ حكاية العمر. ليش مين قال لك إنه نسيتها؟ كل ما بشوف حسن قدامي بتذكرها، كل ما بشوفه هني ومرضي بحس إنه النار عم تشعل جواتي. تعرف أخي إنه حسن في عنده قلب مثل قلبك ورجولية مثل رجوليتك. لو كان بإيدي الأمر لحكم وحكمي عادل، ابن الأصل بالأصل للكرم جود وعدل. السلام عليكم رب محجوم. عليكم السلام. هارك عربي بزرع النبي علي حسن. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم افتح علينا فتحا مبينا يا أرحم الراحمين. شو خير يا طير؟ خير يجيك. شو وينه بعدنا؟ ماله بالعادة يتأخر لهلا؟ أخذ إذن يا بي، له أسبابه. إيه خير إن شاء الله. يلا عاوشك معلم حسن. سلامتك. الله يسلمك. يلا السلام عليكم. علينا بمحجوب. الله معك. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشباب. يلا يا رب. تيسير. بسم الله الرحمن الرحيم. تيسير في؟ ايه. لك في؟ هلا بيجي ابوك بلا ما يلاقيك نايم. يلا فات فات. لك في؟ ايه. يلا صحصح وفيق وروح على شغلك يلا. ايه ايه يلا. عرفتي؟ نعم. بالله عليك مين اللي خبره لابي عن سهراتي برات البيت؟ وانا شو بيعرفني؟ السؤال يلي قال له على خناقاتك.
لهذا اللي مجنني. شو تيسير باشا؟ ان شاء الله مفكر انه ابوك الزعيم ما بيعرف عنك شيء. والله يا عمتي انا هيك كنت مفكر، وبيني وبينك كنت اخذ على خاطري كتير، يعني بحس انه ابي مفارق معه ايش كان انا سهرت، ايش كان فقت بكير، ايش كان رحت على المحل. لك يا عمتي يا حبيبي طلع الشعر على لساني وانا اهدي فيه. انا ما عم بحكي عنك عمتي، انا الله معوضني عن امي فيكي وبخالتي ام حسن، الله يخلي لنا اياكم بجاه الحبيب محمد. ان شاء الله بتقبرني. لكن شو يلي مزعلك؟ هاد لشوف. ابي عمتي، ابي يعني بحس هيك كانه انا بالنسبه له اخر همه. لا عمتي ما حزرت، ابوك الزعيم ما كان يحكي معك لانه بيعرفك رجال ابن رجال. يلا تقبرني، يلا قوم صحصح لحتى الا لامينه تساوي لك فطور محرس. يلا اوك يا تغيير على حمام السوء على الكيس. هي لوحده بتطلع خريج. دس 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 دس، مو حريقي؟ حريقي. كم وحده بدها؟ اثنين يا بيت. شرب معي. مرحبا حماد. اهلين استاذ فارس. اهلين برو. استاذ فارس ما تواخذي استاذ فارس، انا بعرفك مستعجل. اللي ابراهيم شو؟ انا قصدك بخدمه. فكرك بدي اتطوع بالجيش. بري عليك تطوع بالجيش لك. اي والله يا استاذ، بعد كلامكم هداك اليوم عند المختار عن الجيش خرطه اعلي الشغله خروط. طيب ماشي، نروح لعند المختار بنحكي هونيك احسن من وقفتنا بالحاره وبناخذ رايه. ايه انا تكي وبلحقك. يلا بانتظارك. هري لورا هري بسرعة. إيش شو مين هذا الطنبور؟ هذا الطنبور من الغوطة. شو حدك على الغوطة؟ ما أنا من الغوطة، هونيك بيت عمي. حيرتني لك دحام، مرة بتقلي من القدس ومرة من الشام وهلا عم تقلي من الغوطة. سألك على بر. أنا أصلي من القدس بس ستي شامية وجدي استشهد هون بالشام. أيوة خبيلي هالحكاية بتحكي لي إياها بتبقى بعدين على رواق. قلي شو وضعه هذا الطنبور؟ هذا الطنبور بضل بخدامتك لحتى ما يعود بدك يا ابنه. الله محيي أصلك لك دحام، الله محيي أصلك. شباب عملوا لي هالبضاعة على الطنبور. هم بي شباب سرعة. معلمي اللي سمعت كلام بهمك. خير؟ والله القصة كبيرة كتير يا معلمي. هات نشوف. قال بينكم وبين حارة الطنابر في تار وبدهم يستدوه منكم. شو الحكي؟ ايه والله إبراهيم شغلة العسكري يحمي بلده وأرضه وناسه وأهله، يعني شغلة بترفع الرأس. بس في شغلة كتير ضرورية لازم تفهمها، لأنه مجرد حطينا رجلنا بأول الطريق ما عاد في رجعة. ما فهمت عليك أستاذ فارس. لك ابني يعني التطوع بالجيش ومثل كار الحلاقة ولا الخياطة ولا البغجاتي، إمت ما بدك تترك وتمشي. متى ما صرت بالعسكرية إذا بتغيب شغلة فيها محكمة وفيها عي كبير. وأكثر من هيك يا إبراهيم، وين بيجي محل خدمتك ما حدا بيعرف. بعرف هالشي استاذ، بعرف. ومنين بتعرف يا ابراهيم؟ امبارح سالت واحد من عساكر المخفر. ايوه يعني بدوزنها بعقلها. اي والله عمي امبارح ما غبض لي جفن انا عم فكر. معناتها انا اليوم بسالك شو لازم تسوي وعشيه بخبرك. كتر الف خيرك يا فندي، اسمحوا لي انا تاخرت على الدكان. وانا ماشي كمان عن اذنكم. الله معك. الله معك، مع السلامه. شرف. الله يسرك عمي، في مجال ما يقدر اخي عزو بهالموضوع؟ طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك ليش امي حاطه هالبريق المشرشح؟ بدك تسودي وشنا قدام المخلوق؟ انطي على النملية جيبي البريق المقدار تبع ستي. مو تبع ستي. اي والله ابي بيامي ايامتنا هذا بريق امي اللي مرتتنا اياه. روحي نطي جيبي تضربي انت وياه. لمين زهزهان خانم؟ هي تقبريني هالبريق، البريق منيح. أيوة. اللي ورتتنا يا امك بريق السلطان عبد الحميد. وينك صار لي ساعه عم بجعر ونادي لك ما عم تسمعيني؟ على دريه دريه. ايه انا من لما اتجوزت وطلعت من الشام على طرابلس صار اسمي درة، فهمتي شو يعني؟ ايه بعرف شو يعني، هي الدرة تبع الحليب، انا اجتني بديبة وهربت بفتحي ولي على عيون امه. المهم هلا، ليش عم تعيطي من صباحية الله وجعلتي لي منامي؟ بدي كسرك السفرة، يو بدي دللك لحتى تدلليني بطرابلس، بعدين بننتتر انا وياكي عن ايشاني، حابة اقطع كم مدرع ما شو فصلن واخذن معي. وينك زهزهان؟ ما بدك تاخذي بنتك معي؟ ليش لحتى اخذها معي؟ يو مشان يشوفها الصبي. أنا صبي؟ لك شبكي ابني العريس.
ايوه معلوم بدي اخذها، بس بالاول بدي شاور جوزي. اخوكي يقبر قلبك. ولكي قبرني ياكي، قلت له وافا وهنيك حنكتب الكتاب. ايه اصبح انا لازم افكر بالروحه من اول وجديد حاكم، هلا صرت حمايه. والله لا اجر ابنك مأجره الا اول ما الى اخر، مثل ما اجرت جارتنا ام تحسين بصهره الجديد. مين ام تحسين؟ جارتنا. وما بتعرفي يا خيخي دوقي الصوراني ابو نقطه هذا على ايدي التنتين مونتن. والله وقت ام سعدي دقتهم نطف قلبي على ما اعمل لها مثل حكايتهم. مين ام سعدي؟ جارتنا وما بتعرفيها، بس انا قلت لها فشرت عينك النون نونين ما قبلت. حاكم عملت مبارك لسلفتها وما عزمتني. يو ومين سلفتها؟ هي حرق قلبي. واحلى كاسه شاي للزعيم او الدهر. شرف يا ابي. شبك يا ابي؟ حاسك مهموم مو على بعضها. ما في شيء سلامتك يا ابي، حلفتك بالله. شباب صافي يا اخوك صافي، صاير عم بيقاوص مقاوصه مع العمال وحتى معك، وبيغط بالنهار مو باين. تساله وين كنت؟ بيقول لك عند المرابعين. بسيطه يا ابي، بجوز في شي شاغل باله، وبعدين ما بيطلع هو عن شوره ومحبته لك قد الدنيا. وانا كمان بحبه لك حبيبي، انا بحبه وبحبك انت كمان، لك انتوا اثنين ضو عيوني انتوا. والله لما بحس انه واحد بيناتكم تعبان انا راسا بتعب. بعيد الشر عن قلبك يا ابي، والله يخلينا هيك ويديمك فوق راسنا. الله يرضى عليكم ويبعد الشر عنكم. صرت 100 مره قايل لك لا تدخل بشي ما بيخصني. لا تسدي بوجهك ليه؟ يا اخي ليش ما بتكون طالعه؟ ما لك انا كنتي قدامي. شو بعرفني؟ بيطلع بوزم وبينزل بوزم. يو اخيه تعي لهون. ليش صوتكم طالع لك بنتي؟ يو ليش عم تبكي؟ شو بدي اقول لك مرت عمي؟ هذا ظافر له بنتي، ما في غير بياخذ مصاري من الصندوق. وشو فيها يا بنتي؟ ماله هو حرفي؟ مو القصد بنوب مرت عمي، بس ليش؟ ليش شو؟ ليش بده كل هالمصاري؟ يو صحيح والله، ليش بده اياهم؟ انا بعرف قلبي حاسسني، اكيد بده يتجوز علي. بديش المشي؟ عمي هدول شغل بالقهوه كيلا، راح اعيد فيه واحد لك وحده ينصمت لي. السلام عليكم. كثير غالي. السلام. شلون؟ كثير غالي، راعينا. عمي عم لك هدول شغل بيت. ربع متليك حاجتك. عمي وطفي من بعتك عندي انت. هلا فين يا عمي؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مو عمي. وين جارك الحلاق؟ شو بدك منه؟ شو في خدمة؟ قلت بدي احلق عنده. واه عنده. ما اجت على الجيع المرة يا ابصاكو. ليش لا؟ ليش لا؟ عمي؟ تحبها صيفي لما شتوي؟ شو هي عمو؟ الحلاقة قصدي، يعني حلاقة هو قدام دكان لما جوا. انت حلاقة لما سماه؟ عمو انا كل شيء، انا اسمي ابساكو كل شيء. ايه فضل جوا. شري عمي شري. اوه هو فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اطيب العوامي يا طامي، اطيب العوامي. اذا ما بتحلوا مشكلتكم مع الطنبرجية انا ما عجيب شيء. بس هيك بتعطلني لك ابو زهير. خليه بسلامته يحل لك مشكلتها. السلام عليكم. جابوا سيد تيسير. ايه بجاوبوا اخي بجاوبوا، وبحمل لك اياهم براسي كمان، ولا بخلي ابن مرة يعلم على حارتنا ويتطاول عليها. مو على اساس حارات واخوه واولاد عم، وبدكم تعملوا مثل الحارات الثانيه وتنصبوا زعيم على الكل. هي حاجات الذكر. راسولاب ليش ليخلص اخي؟ ليش ليخلص؟ مشان تنبرجي قليل الاصل بده يتحكم بالعباد؟ هذا ما تكون ارواحنا بين ايديه شو بيساوي فينا لكان؟ العب على هالزغبه. اي والله احترنا تحت رحمه مين بدنا نقعد؟ لك ما فشل حدا يحطنا تحت رحمته لك رشيد؟ ما خسر باطن هنن وكل مين بشد على ايدهم ونحن اولاد الطاهره. كملوهم على العشر سؤالات ولعند ابو عمر على السريع. يلا يا شباب. وي كمي يلا يا شباب. يا بي. ايه يا بي. الله يرضى عليك. هلا بس خلصوا شغلكم بالطرابير بعتوهم لحارة القناية. واستأجر لك اثنين كملوا شغلكم عليهم يلا. يا بي شو والله جابرنا يا بي؟ نكري طنابر ونحن عنا. يا ابني الزعيم ابو داغر بمحنة. الناس فاتحين حلوقهم عليه هيك مشان قصة الطنابر. فنحن من واجبنا ان نوقف جنبه ونساعده. يا بي انا ماني ضد، يسلمونا الزعامه ويشوفوا كيف بنحل مشاكل العالم كلها. هلا هي الشغله بدها وقت وبدها حكي كثير. عمي
اللي بيجمعوا عليه الناس بيكون هو الزعيم. على كل حد احنا مالنا بهالوارد. فاهم علي؟ حارة القناية محتاجتنا، نحن لازم نلبيهم ونغيسهم. عمل مثل ما قلت لك. اسمعها، شو رح نستفاد؟ طب اخي ما بدنا نستفاد، بس ما نخسر. لك ظافر، انت كل شيء عندك له تمام. لكن شو حبيبي؟ لما اجوا اهل حارة القناية هن والزعيم تبعهم وعطوا ابوك 100 عصمة اللي ذهب لما انضرب الموسم، شو كان التمن اللي اخذوه منا؟ اه لك انت شو قصتك لك اخي؟ بدك تمك طالع لي سنجق عرض مثل الشوكة بحلقي؟ انا رايح عندي مشوار، وابقى ابعت له لحبيب قلبه لابوك الطنابي، ولما ارجع بجيب معي بداله. والله خانانا وطلع خلو علينا يا زعيم. قلت له ابو داغر هو اللي رجعها. قال ولو بتضلكم واقفين على باب الخان عندها ليرجع الشغل مثل ما كان. حسد مرني يا بي، خذ الشباب وكرمهم. عيني وراسي، تفضل يا ابو ضاي. الله يديم عزك يا زعيم. شرف. خلصت طلبيات ابو مصطفى؟ يلا صار يا زعيم. ايه عال عال عال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم زعيم. اهلا وسهلا. بعتني معلمي ابو الذهب زعيم البيادي، ومعي ثلاث طنابر، وقال هذول بخدامتكم نحن وياهم. حلف يمين بالله ما بنرجع لتقلنا انت. اهلا وسهلا بالحامل والمحمول. الذهب بيضلوا ذهب. دحام. مر زعيم. شوف يا ابني، بتاخذ ثلاث طنابر، طنبر على خان الزيت، بتوصل طنبر على البزوريه وطنبر للي عايزه، وبتقول له ما تاكلوا هم محلوله باذن الله. ابي يا ابي. ايوه شو يا ابي؟ شو هاد؟ جبنا لك البضاعة من عند ابو زهير. وهي الكراشة لمين؟ هي بعتها ابي لاهل السوق بدون اجرة. يعني التحميل اليوم على حساب ابي الزعيم؟ لك شفت؟ الله يخليكم يا ابي. شفت جدك الزعيم قديش هو غضاي؟ جدي شو دخله يا ابي؟ لك شو دخله؟ مو جدك زعيم الحارة؟ ايه وايش كان يا ابي؟ لسه بيقول لي وايش كان؟ الزعيم بالفعل، مو بالفشخرة والمنصرة. واللي بده يعمل جمال بده يعلي باب داره. نزلوا البضاعة لشوف، ودوروا بالكراجة على كل تجار السوق، وقولوا لهم اليوم التحميل على حساب الزعيم بداخل جيرون من حر ماله. نزلوا ابي نزلوا. ايوه ابو الشام. ايوه اخي. ايوه يا كبيرنا. يلا يا شباب يلا، الله يعطيكم العافية. يا عمي سيد الرجال وبيلبق له. ليش مساوى مختار؟ مساوى؟ إيه ما خلى حكي لحدا. بعت له ابو الذهب ثلاث طنابر، قام راح وزعهم على السوق وقال له هدول على حسابي. هو ليش ليساوي هيك؟ يعني شو خصه لحتى يبتلى بهالقصة؟ لك شو خصه؟ ما هو الزعيم. ايه وش كان الزعيم مختار؟ لك هاي شغلة الزعيم. ايوه مختار؟ انا بجيش انا. مش كان يعني صار مشكلة سمح الله مع حالته، الزعيم تكفل فيه كله. اذا الزعيم ابضاي ايه؟ يا سيدي وابداخر ابضاي، وانا بشهد له. والله وانا بشهد له. لك يلا عزو، شو صار عن هالفول؟ خلصنا. عمرك مختار، تكي بصير عندك. رحتين وهي مختار. تفضل. يلا. عم اختاركم بدي اسألك، يعني بس ان شاء الله هيك بعد ما تخلص اكل هيك تنبسط وتلوي، يعزمك لعندي على الدكان مشان هيك ضيفك كاسه شاي وسلام. خلص بناكل لقمه مع بعض وبندردش. بس انا ما احب الفول. حزقيه بدوي مع رمان. اي والله منيح اللي قلت لي، روح انت كروش لمحلها خلا بيصلوا لعندها. شرف عمي. ما دخلها، ما حقوم حتى ما عاد هون، لانه عم المختار حلف علي بي، لما عاد هون اكل معه لافتح له هيك قابليته. اي وقت لي من حق هالحكي عمي المختار. ايه مزبوط صحيح. ناقشت معاه. اي ايام فضيله لحسنه بعشر امثالها. كتر خيرك والله، جايش حد منك لانه احنا. لك صلي على النبي، انا بحب هز الورد لشم ريحته. بعرفك بتحبني وبتحترمني. بس الاولانيه يا بساكو، بس الاولانيه. خليص ما بحب. وحد الله يا بساكو، وحد الله. لا اله الا الله يا مختار، لا اله الا الله. بس يا اخي سئيل، خليص كلامه دجك ما بينحمل، مشان هيك انا ما بشتري من عنده. مش انت من عند مين بتشتري بلا زغره؟ يعني ابساكو قوم روح لمحلك خليني اعرف اكل لقمه وحاجه عين. وانت عزمت على تسقيه مختار؟ ماشي بس ساكت. عجلنا في عزو اخي، هيك ما عاد يمشي الحال، هيك رح ينخرب بيتنا.
ثلاث ارباع شغل الطنبرجيه شاتنا بحاره القناي، والطنابر نصها واقف وما عم تجيب غله، لك مو بس هيك، ما عاد حدا دفع متليك بنوب. ومشان قيمتك وقدرك اللي انغسل بحارتهم. الله يكبر شانك اخي. لا تكون صدقت، لك كل قيمتك وقدرك ما بساوي عندي نقل الطنبور، بس مشان قدري وسمعتي انا، لانك اخي ومحسوب علي، والله بلعني فيك. ماشي اخي، مثل ما بدك. بس هلا لازم تلاقي لنا حل مشان الطنابر اللي شغله واقف وما عم تجيب غله. محلوله، الغله رح تيجي لعندي لهون بدون ما حرك طنبر واحد، مو غله تنهار، غله سنه. عبدعاص؟ مين؟ انا سيك. منو انت؟ انا صافير، صافير بس ما بدي حدا يعرفني. شرف شرف. ميت اهلين. اهلين فيك. تفضل. داش راسي. كلمتين ولد غطاهو، حامل حمالي وماشي. دار عندك امان؟ لو لا يا بضاي، صحيح نحن طنبرجيه بس رجال ومنعجبك، ما في حدا غريب. اخي ابو الليل. والنعم والله. اهلين فيك. هذا حلوان الشيء اللي عملته بابداغي بجماعة حارة العناية. شفت انه نحن قبضايات ولما منقول منفعال. قول وفعل يا صاحبي. في شغلة ما عملوكا مظبوط، يعني ما عم تفوت بقعلي انك بدك ياني اعمل هيك بحارة العناية مشان سحبة شبرية. اسمع عقيد، قصة ابن الزعيم لما سحب علي الشبرية بالخام هي الصغيرة. ايوه، وشو الكبيرة بقى؟ زعامة الحارة. عامل شو؟ Thank you.